اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم اينما كنتم. هذه جوله من حصاد اسبوع مضى نستعرض فيه اهم وابرز ما دار على مدى هذا الاسبوع الذي اوشك على الانقضاء حتى ساعاته الاخيره. بدايتنا ستكون مع الشأن المحلي، حيث كان للرئيس عبد الفتاح السيسي نشاط مكثف على مدى الأسبوع الماضي. بدأ بالمشاركة في القمتين العربية والإسلامية اللتين عقدتا بمدينة مكة المكرمة، حيث عقد الرئيس خلال هاتين القمتين عددا من اللقاءات على هامشهما. المزيد حول نشاط الرئيس السيسي في سياق هذا التقرير. نشاط مكثف للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أسبوع على الصعيدين المحلي والإقليمي. في بداية الأسبوع شارك الرئيس السيسي في القمة العربية الطارئة بمكة، واستعرض رؤية مصر في التعاطي مع تهديدات الأمن العربي. وأكد السيسي أن أمن منطقة الخليج يمثل إحدى ركائز الأمن القومي العربي. قمتنا تنعقد اليوم في ظل تهديدات خطيرة وغير مسبوقة تواجه الأمن القومي العربي، خاصة في منطقة الخليج ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة. ولا أظنني بحاجة لأن أؤكد أن أمن منطقة الخليج العربي يمثل بالنسبة لمصر أحد الركائز الأساسية للأمن القومي العربي، ويرتبط ارتباطا وثيقا وعضويا بالأمن القومي المصري. الرئيس السيسي شارك كذلك بالقمة الإسلامية في مكة، مؤكدا أن مصر لن تدخر جهدا لدعم منظمة التعاون الإسلامي. أؤكد أن مصر لن تدخر جهدا لدعم وتعزيز عمل منظمة التعاون الإسلامي باعتبارها المظلة الرئيسية للعمل الإسلامي المشترك في مختلف المجالات. الرئيس السيسي أكد كذلك أن ظاهرة الإرهاب تأتي على رأس التحديات التي تواجه العالم الإسلامي. لا شك فيه أن ظاهرة الإرهاب بمختلف أشكالها وما يواكبها من تطرف ديني وانتشار لخطاب الكراهية والتمييز تأتي على رأس التحديات التي تواجه عالمنا الإسلامي بل والإنسانية جمعاء. وخلال مشاركته في القمتين العربية والإسلامية استقبل نظيره الجنبي، مؤكدا تطلع مصر للعمل مع جميع الأشقاء الأفارقة. كما بحث الرئيس السيسي مع رئيس وزراء باكستان عمران خان تطوير التعاون الثنائي بين البلدين. كما التقى الرئيس السيسي مع العاهل السعودي وولي العهد على هامش القمة الإسلامية بمكة، وبحث مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري تعزيز علاقات البلدين. الرئيس السيسي شارك كذلك في احتفالية ليلة القدر وكرم الفائزين في المسابقة العالمية لحفظ القرآن. كما أكد أن الخطاب الديني الواعي المستنير أحد أهم عناصر المواجهة مع الإرهاب. إن هدفنا الأساسي هو الحفاظ على جوهر الدين وتوعية النشء والشباب لإدراك مخاطر الفكر المتطرف من جهة وحجم التحديات والمخاطر من جهة أخرى. ولا شك أن الخطاب الديني الواعي المستنير أحد أهم عناصر المواجهة مع الفكر المتطرف الهدام. الرئيس السيسي شارك في حفل إفطار الأسرة المصرية مؤكدا دعم الدولة لبرامج الصحة والتعليم، وهنأ عبر موقعه الرسمي بالفيسبوك الشعب المصري بعيد الفطر المبارك. كما تبادل برقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وعقب أداء صلاة عيد الفطر بمسجد المشير شارك الرئيس السيسي أبناء الشهداء ومصابي العمليات احتفالات عيد الفطر المبارك. إلى السودان بطبيعة الحال التي تسير فيها الأحداث بوتيرة متسارعة. الأسبوع الماضي لم تكن لتختلف فيه الأمور عما مضى من أسابيع، أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير تمسكها بسلمية الثورة. أضافت القوى أنه يتعين على القوات المسلحة السودانية أن تقوم بدورها في حماية المواطنين. كما اتهمت قوى إعلان الحرية والتغيير اللجنة الأمنية في التسبب في أحداث فض الاعتصام الذي جرى أمام مقر قيادة القوات المسلحة بالعاصمة السودانية الخرطوم. وقد طالب الجيش السوداني المواطنين بضرورة الابتعاد عن المواقع والمناطق العسكرية، حيث أكد بيان الجيش أنه لن يتراجع عن الانحياز لثورة التغيير. وقد رحب رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح
البرهان بالتفاوض مع كافة القوى، داعيا جميع الأطراف إلى تقديم التنازلات والعمل وفق أجندة وطنية حسب ما أكد. الأنباء التي تأتي أيضا متسارعة مرتبطة بجهود الوساطة التي يقوم بها رئيس الوزراء الإثيوبية أبي أحمد علي، والذي ذهب في صبيحة هذا اليوم إلى الطرفين على السواء. ذهب إلى قادة المجلس العسكري الانتقالي والتقى في السفارة الإثيوبية في العاصمة السودانية الخرطوم ببعض رموز وقيادات قوى إعلان الحرية والتغيير. تم فيها الحديث عن حتمية إيجاد تسوية سياسية تضمن انتقالا ديمقراطيا سلسا في السودان، بينما طرح بحسب بعض وسائل الإعلام طرح مسألة الرئاسة الدورية للمجلس السيادي الذي كان حجر العثرة قبل واقعة فض الاعتصام التي أفضت إلى انسداد كبير في الأفق بحسب الكثيرين. دكتورة هبة البشبيشي الباحثة في الشؤون الأفريقية تنضم إلينا الآن عبر الهاتف. دكتورة هبة، أهلا وسهلا بحضرتك. من حيث جهود الوساطة التي ربما تكون هي الحدث الأبرز على المشهد السوداني، كيف يمكن أن تؤتي هذه الجهود أكلها؟ أهلا بحضرتك يا فندم. الحقيقة طبعا يعني إحنا أمام مشهد معقد للغاية في السودان، بيتصاعد كل يوم بصورة متلاحقة وبصورة كبيرة. خلينا نقول إن إعلان المجلس العسكري أنه كان يستهدف بؤرة إجرامية ولم يكن يستهدف فض الاعتصام، والحقيقة المصطلح ده في منتهى الأهمية، هو بيغير يعني الرؤية كاملة اللي بتقولها قوى الحرية والتغيير. هم بيقولوا إن كان في فض للاعتصام، المجلس العسكري يرفض هذه التسمية ويعلن أنه كان في بهدف أو بصدد يعني فض بؤرة إجرامية بجانب الاعتصام. الحقيقة الروايتين هما روايتين رسميتين لكلا الجانبين، في تبادل للاتهامات. شفنا إن المفاوضات توقفت عند يعني نقطة معينة أو تراجعت بصورة كبيرة جدا، توقفت تماما. في عدد من الشهداء، في يعني تصميم كان من المجلس العسكري على عدم استكمال المفاوضات، ثم تغير الموقف إلى استكمال المفاوضات. الحقيقة يعني الموقف في السودان يتراوح بين الشد والجذب بصورة يعني مثيرة لنا جميعا، إزاي نقدر نتكيف سريعا مع الأحداث المتلاحقة. طبعا بتأتي زيارة أبي أحمد كتتويج لي يعني التعاونات الإقليمية. خلينا نقول إن هناك أفكار إقليمية حول استقرار الأوضاع في السودان، وأن السودان بلد كبيرة تشترك فيها الحدود مع عدد من الدول في منطقة جنوب الصحراء. الحقيقة طبعا يعني التواصل الأثيوبي السوداني هو من ضمن الأهداف الجديدة اللي بدأت تظهر على السطح. وخليني أقيم هذه الزيارة سريعا مع حضرتك وأشير إلى يعني عدد من الأهداف اللي بتستهدفها هذه الزيارة، ولكن خلينا نقول إن النتائج لم تعلن بعد. أولا، أهم هدف كان من زيارة أبي أحمد هو استقرار الوضع وإعادة مائدة المفاوضات مرة أخرى، ويعني وإن جانب قوى التغيير يأخذ منحى آخر في المفاوضات، لأن لو نظرنا إلى معادلة السودان، الحقيقة المجلس العسكري هو من يملك مفاتيح إدارة الملف في السودان، وأن قوى الحرية والتغيير مهما استهدفت من التغييرات السياسية العميقة داخل المجتمع السوداني، ليس لها من القوة ومن الأداء ما يتحكم في إحداث هذه التغيرات. هذا يعني دكتورة هبة أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق المجلس الانتقالي، بحكم أنه طبعاً تقريبا هو الممسك بمقاليد كل شيء، وهو الذي يقود عملية التفاوض. يعني صحيح، طبعا ده أمر واضح للجميع لا يحتاج إلى إظهار أو إبيان. أيضا أنا يعني مش عايزة ألصق التهم، في ضوء البناء أو التسليم بهذه الجزية بأن المجلس العسكري هو الذي يقف في موقف أكثر متانة، هو الذي في قلب السلطة حقيقة، وهو الذي بإمكانه أن يحدث قدرا من الحلحلة أو الانسداد إنشاء في كلا الفرضيتين، ما هي المسؤولية الملقاة على عاتق المجلس الانتقالي حتى يعيد بناء الثقة، لأن هناك شرخا حقيقيا أصاب الثقة بين الجانبين؟ الحقيقة طبعا أهم المسؤوليات اللي بتلقى على عاتقه هو فكرة احتواء المتظاهرين، احتواء مطالبات الشعب السوداني، الجلوس على مائدة مفاوضات والدعوة لها والإصرار عليها وتكييف الأمور حتى نستطيع إعادة مائدة المفاوضات مرة أخرى. يعني وفكرة التفاوض أن يكون هناك عناصر يمكن الاستغناء عنها والتنازل عنها، وعناصر يمكن أن يعني يتم البناء عليها. الحقيقة إحنا أمام بناء مجتمعي وبناء فكري. خليني كمان أقول عن نتائج زيارة أبي أحمد أنها مش هتعلن وقتيا، وأن في جانبين في منتهى الاختلاف على طرفي النقيض وطرفي الخيط. لا يمكن أن أنا أقول حصل توافق وأن أنا يعني أعطي مؤشرات إيجابية للغاية في زيارة أبي أحمد. الحقيقة هو مجهود إقليمي كما أشرت لحضرتك من قبل، مجهود قيم للغاية، مجهود يعني نعتبره ونؤسس عليه، ويكون هناك بناء إقليمي آخر. منتظرين أن قادة الإقليم الشرقي معلش دكتورة هبة، لو أن ما قيل وفق بعض وكالات الأنباء من أن هناك
طرحا لمسألة الرئاسة الدورية للمجلس السيادي الذي كان يعني الحجر الأساسي في تعثر المفاوضات أو في تعثر الأمتار الأخيرة بالأحرى من المفاوضات. هل هذا الطرح مقبول بعيدا طبعا عن بعض الاشتراطات الأخرى التي طرحتها قوى إعلان الحرية والتغيير؟ هذا الطرح قد يحظى بقبول المجلس الانتقالي تحديدا؟ لا لا الحقيقة لا، أنا شايفة يعني من واقع خبرتي بالمجتمع السوداني الحقيقة لا، في تشدد من الجانبين، لسه لم يتم حلحلة الأمور والوصول إلى يعني القرارات الوسطية اللي كان بيدعو لها أبي أحمد، ومنها طبعا يعني الدورية تولي السلطة في المجلس الانتقالي. الحقيقة ده هدف يعني كبير جدا ان احنا نصل اليه، هو مبتغى نهائي لفكرة الحكم في السودان. لكن النهاردة احنا بنقول نبتدي نقعد على مائدة مفاوضات تدعيم مفهوم العدالة الانتقالية، محاسبة كل من تسبب. لكن معلش دكتورة هبة، لو ان المسألة حسب ما تقوليها حضرتك موقوفة على فكرة ان الرئاسة الدورية للمجلس السيادي هذه مسألة مرفوضة، إذا نحن إزاء تنافس على السلطة، لم تعد المسألة مطروحة فقط في إطار تمرير الفترة الانتقالية. ولكن وقتها لسه بدري، اعتقد ان السودان يحتاج لفتره اطول لطرح الافكار، لطرح التفاهمات، لطرح كل ما يجري لدى يعني الجانبين على طرفي النقيض. مفيش وسطاء، بدليل تدخل وسيط خارجي، كان المفروض ان يكون الوسيط هو احدى القوى الداعمه السياسيه داخل السودان. يعني كون ان ياتي وسيط اقليمي يا فندم، ده تطور بالغ للغايه في الازمه السودانيه. لكن احنا كنا بنتوقع ان المجتمع السوداني يحصل عمليه توافق للقوى السياسيه داخل السودان، ويكون في مائده مفاوضات تحوي من اقصى اليمين لاقصى اليسار، ويكون في المجلس العسكري موجود، وتدار دفه الحوار بصوره اكثر وطنيه واكثر تدعيما ل يعني وقوف السودان على قدميها. لكن ما يحدث هو انهيار حقيقي للمفاوضات، ول يعني كل ما يمكن ان يكون تواصل او حوار بين الطرفين القيط. هناك شهداء، هناك مسؤولين عن هؤلاء الشهداء، هناك المجلس العسكري بيده مقاليد الحكم، وهناك فكره يعني عدم التوافق، عدم وجود وسطاء حقيقيين كل منهم يدعو الى افكاره ومتشبث بها ومتشبث بطرف الخيط. فكره يعني التزحزح عن الموقف الحقيقه مش مطروحه لدى الطرفين. خلينا نقول نتوقع ان تاتي زياره ابي احمد يعني نسبه لا تتعدى 50%. انا اعي انه يعني زعيم في منطقه شرق افريقيا ولو قدرات خاصه، ولكن معلش خلينا بس نبقى قدام الصوره الحقيقيه. هناك كل من طرفي الخيط او كل من الموقفين سواء حريه والتغيير او المجلس العسكري متشبث بموقفه. خلينا ندعو قوى السودان الوطنيه، القوى الوطنيه وحزب الامه والاسماء المنتشره والكثيره في السودان والفاعلين الحقيقيين ان يتولوا مسؤوليتهم الحقيقيه ويضلعوا بمسؤوليتهم في تامين الوطن وتامين السودان واعاده مائده المفاوضات مره اخرى. دكتوره هبه، اخيرا من استقبل الدكتور ابي احمد علي اليوم كان المتحدث باسم المجلس الفريق شمس الدين الكباشي، الفريق اول عبد الفتاح البرهان التقاه وعدد من قيادات المجلس العسكري، لكن كان هناك غياب لبعض الوجوه الرئيسيه عن هذا الاجتماع. هل كانت رساله، هل كانت اشاره ما لان المجلس الانتقالي بصدد اعاده النظر في تركيبته او في بعض الافراد المنتمين اليه؟ هل كانت رساله تحمل على هذا النحو ولا لا؟ الحقيقه لا، انا ما قريتش ده بهذه الصيغه يا فندم. انا فقط يعني توقعت ان كل منهم يقوم بمسؤولياته، لان الوضع في السودان حقيقي وضع خطر. الاقتصاد السوداني بدا على شفا الانهيار. الحقيقه اعلن ان التضخم ازداد في البنك المركزي السوداني، هناك اقالات حدثت اليوم لعدد من القيادات، يعني لعدد من كمان المسؤولين الكبار في السودان. الحقيقه الوضع يزداد خطوره، ولابد للشعب السوداني من تدعيم موقف الوسطاء يعني الايجابيين الوسطيين، ان لا نكون بين طرفي الخيط ولا يوجد من هم لديهم الحكمه للعمل على اعاده فائده المفاوضات مره اخرى في السودان. حتى يعني فكره تبادل الاتهامات، اكيد حضرتك تابعت وكل المصريين تابعوا تبادل الاتهامات بوجود مسلحين داخل جبهه الحريه والتغيير، وعقبها اقتحام لميدان الاعتصام زي ما شفنا، ولو ان المجلس العسكري اعلن ان الاقتحام كان بيستهدف بؤره اجراميه خلف ميدان الاعتصام. لكن خلينا نقول برضو ان اتهامات وجود سلاح ده امر متعارف عليه وموجود، مش عايزين الامور تتطور اكتر من كده. كل ما تشبث موقف او يعني طرف من الطرفين بموقفه، الحقيقه السودان هي اللي بتخسر وهي اللي بتذهب الى يعني فرط عقد السودان، وده اللي لا نتمناه ابدا ان شاء الله. شكرا جزيلا لك الدكتوره هبه البشميشي الباحثه في الشؤون الافريقيه منضمه الينا عبر الهاتف.
إلى تطورات الأوضاع في اليمن على مدار أسبوع منصرم، قوات المقاومة المشتركة والحزام الأمني هناك تمكنت من تحرير عدد من المواقع التي كانت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي في شمال محافظة الضالة، بينما أفادت مصادر عسكرية بمقتل سنان عباس القصيف القيادي الميداني الجديد لميليشيات الحوثي في قعطبة شمالي الضالع في غارة لمقاتلات التحالف العربي على موقع بمنطقة بلجة في القصيف، يعد واحدا من أبرز القيادات العسكرية الحوثية. وبالرغم من المعاناة القاسية التي يعانيها أبناء الشعب اليمني جراء الدمار الذي تسببت فيه ميليشيات الحوثي والحرب الدائرة هناك، إلا أن اليمنيين حاولوا وباستماتة على مدى الأيام الماضية أن يحسنوا الاستمتاع بأجواء عيد الفطر المبارك. فيما يحتفل المسلمون حول العالم بحلول عيد الفطر المبارك، يقتاط اليمنيون الألم بعد أن سرقت ميليشيا الحوثي فرحتهم وحياتهم بفعل الحرب التي فجرتها والتي سببت بحالة من الفقر لم تشهدها البلاد من قبل. وعلى الرغم من الأجواء القاسية والدمار الذي تسببت فيها الميليشيات الحوثية لليمنيين، ما زال متجر للحلويات في محافظة تعز يعمل، حيث يأتي الكثير من اليمنيين إليه لشراء الحلويات من أجل عيد الفطر بعد رمضان. أعمل في مجال الحلويات لي ورثت عن أبي وجدي له 53 سنة في هذا المجال. أنا أصغر واحد من أخوتي، طبعا احنا مجموعة اخوة نشتغل في هذا المحل. الحرب فرقتنا، اجتمعنا الحين نشتغل، نعود من جديد ونرجع من جديد نشتغل. لكن بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا يعيشون في تعز، فإن هذا المتجر الصغير يمنحهم قطعة من السعادة خاصة في العيد. فارق كبير بين أيام العيد في اليمن السعيد وذلك العيد الذي يشهده حاليا جراء الحرب التي فرضتها الميليشيات الحوثية. قبل الحرب كان عندنا شغل وكان لا 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 المواد يعني نسبيا، الآن بظروف الحرب ارتفع المواد والدخل يعني كان الإقبال كان الناس موجودين كامل، الآن الإقبال ضعيف ما عادش ساعة ما كان. ووسط النزوح والفقر الذي يخيم على حياة ملايين اليمنيين وانتشار الفقر، وعلى الرغم من النقص في الأطعمة الأساسية والأدوية والوقود، إلا أن عيد الفطر يعتبر فترة راحة قصيرة لنسيان المعاناة والتمتع بالحلوى وبعادات وتقاليد العيد المبارك. إلى سوريا التي أعلن فيها الجيش تمكنه من تدمير منصات إطلاق صواريخ لمسلحي جبهة النصر الإرهابي بريف حماة الشمالي الغربي. أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن وحدات من الجيش اشتبكت مع مجموعات من الإرهابيين، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم. وقد بحث وزير شؤون رئاسة الجمهورية السورية منصور عزام مع نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات مختلفة وتنفيذ قرارات اللجنة الروسية السورية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني. قالت وكالة الأنباء الرسمية أن الجانبين أكدا العزم على تطوير التعاون والعمل المشترك في شتى المجالات، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي للإجراءات الاقتصادية التي وصفت بالقسرية وحادية الجانب الأمريكية والأوروبية والمفروضة على الحكومة السورية. وقد تصدت مضادات الدفاع الجوي السوري أيضا لسرب طائرات مسيرة في ريف حماه الغربي. أفاد مصدر عسكري بأن هذه الطائرات كانت تابعة لتنظيمات إرهابية في إدلب، اقتربت من أحد المواقع العسكرية للجيش في منطقة جبرمل غربي حماه، حيث تم استهدافها عبر مضادات الدفاع الجوية، كما تم تدمير عدد منها في السماء، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي تستهدف فيها المجموعات الإرهابية مواقع للجيش السوري عبر الطائرات المسيرة المعدلة والمحملة بقنابل شديدة الانفجار. أعلنت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا التزام بلادها بمنع التصعيد في إدلب على حد تعبيرها. قالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي أنه بالرغم من استفزازات وهجمات بعض الإرهابيين في إدلب، فإن العسكريين الروس ملتزمون باتفاقات منع التصعيد. حذرت في الوقت ذاته من التغاضي عن الأعمال التي وصفتها بالاستفزازية الخطيرة التي يقوم بها الإرهابيون، ومن بينها التحضير
لهجوم بالأسلحة الكيماوية. الله أكبر. العراق ومعه تطور أمني يبدو مهم من وجهة نظر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ومن وجهة نظر الكثيرين، حيث أعدت السلطات هناك فتح المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد للجمهور على مدار الساعة بعد 16 عاما من إغلاقها. أوضح مسؤول عراقي أن المنطقة التي تضم السفارة الأمريكية والمقر الحكومية المختلفة ستكون مفتوحة دون أي استثناءات أو شروط. الآن والآن فقط في إمكان جميع العراقيين الدخول إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد بعد أن أعلنت الحكومة العراقية فتحها بصورة كاملة لأول مرة منذ 16 عاما. رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قال في مؤتمر صحفي إن هذه الخطوة تعني أن الحكومة مطمئنة على الوضع الأمني وتريد أن يتحرك الشارع والمصالح والأسواق في مدينة بغداد التي تعد من أكبر العواصم العربية من حيث الكثافة السكانية. مع بداية العيد رح نفتح الخضراء 24 ساعة في كل يوم و24 ساعة، وتنفتح من بوابات إضافية بما في ذلك بوابة وزارة الدفاع، الباب الشرقي أيضا تفتح. هذه كلها مو فقط إنجازات مرورية، هذه مو قرارات سهلة، يعني هاي قرارات لا الأمريكان سووها ولا الحكومات السابقة قدرت تسويها، حاولت مخلصة جادة. عندما أنت تسويها معناته أنت مطمئن إلى وضعك الأمني، معناته أنت تريد أن تخلي الشارع يتحرك، تخلي المصالح تتحرك، تخلي الأسواق تتحرك، وهي قاعد تتحرك بهذا الفعل. أهمية استراتيجية كبيرة تكتسبها المنطقة الخضراء التي تمتد على نهر دجلة وتصل مساحتها إلى 10 كيلومترات مربعة في قلب بغداد، فهي تحتضن جميع السفارات والمقرات الأجنبية وكذلك العديد من الوزارات ومقر البرلمان العراقي وكذلك مبنى مجلس الوزراء. المنطقة الخضراء ظلت خاضعة لحماية مشددة وتم منع الدخول إليها من قبل العامة منذ غزو العراق من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية عام 2003. وفي الفترة الأخيرة رفعت السلطات العراقية آلاف القطع الخرسانية التي كانت تحيط بالمنطقة أو تقطع شوارع بغداد تمهيدا لفتحها أمام المواطنين في إشارة قوية إلى التطور الملحوظ للوضع الأمني في العاصمة العراقية بغداد. تفاقمت الأزمة الاقتصادية التي تعانيها قطر بعد مرور سنتين من المقاطعة بسبب الاتهامات المستمرة للنظام الحاكم هناك والمعروف بتنظيم الحمدين لدعمه للمنظمات الإرهابية، لا يزال يقودها هذا التحالف من خسارة لأخرى مع استمرار استنزاف مواردها المالية. Thank you.
وقد أثرت المقاطعة العربية للنظام الحاكم في الدوحة بسبب اتهامات مستمرة بدعمه للإرهاب بشكل ملحوظ على التنظيمات الإرهابية وأنشطتها في المنطقة. فبعد مرور عامين على هذه المقاطعة، تمكنت بعض الدول التي أضيرت من الإرهاب من استعادة أجزاء كبيرة من الأراضي التي كانت تسيطر عليها تلك التنظيمات وبدعم مباشر من النظام الحاكم في قطر. لطالما كانت أنشطة النظام القطري تسير في اتجاه واحد، وهو دعم الإرهاب ونشر الفتنة وتقسيم المجتمعات العربية، حتى أنه لم يترك خيارا أمام الدول الداعية لمكافحة الجماعات الإرهابية سوى المقاطعة. في نوفمبر عام 2014 أكدت وزارة الخزانة الأمريكية في تقرير لها أن النظام القطري يوفر بيئة متسامحة من أجل تمويل الإرهاب، وأن الدوحة تبرعت فعليا بالكثير من الأموال من أجل جماعات متشددة بما في ذلك تنظيم داعش وجبهة النصرة في سوريا. كما يبرز دور قطر في دعم الجماعات الإرهابية من خلال لعب دور الوسيط لدى جبهة النصرة للإفراج عن عشرات الأسرى في سوريا والعراق ودفع مليارات الدولارات كفديات بالمخالفة للقانون الدولي. فضلا عن دعم تنظيمات إرهابية في ليبيا تحت ستار الجمعيات الخيرية وإطلاق يد تنظيم القاعدة والإخوان لتكوين ميليشيات في طرابلس ومصراتة، ومع مرور عامين نجحت المقاطعة في تنفيذ أهدافها بقطع يد الدوحة في الدول المضطربة، حتى أن البعض منها مثل العراق وسوريا استعاد سيادته على جزء كبير من أراضيه بعد انحصار خطر تنظيم داعش الإرهابي، بينما يواصل الجيش الليبي ضرباته القوية لجماعات الإرهاب في طرابلس. لبيك طرابلس لبيك، لبيك طرابلس لبيك. في ليبيا قال الجيش إن كيلومترات قليلة باتت تفصله عن قلب العاصمة طرابلس، وفيما شن سلاح الجو غارات مكثفة على مواقع للميليشيات في طرابلس، قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش إن القوات أصبحت جاهزة لتلقي الأوامر العسكرية من القيادة بتحرير ما تبقى من العاصمة طرابلس. وقد أعلن الجيش الليبي أيضا أن قواته الجوية استهدفت طائرة تركية من دون طيار أثناء هبوطها قرب مدرج مطار معتيجا الدولي بالعاصمة طرابلس. المزيد حول تطورات الوضع الميداني في ليبيا في سياق هذا التقرير. في ظل استعادة السيطرة على مناطق واسعة في ليبيا، يواصل الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر عملياته العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من سيطرة الميليشيات الإرهابية. غرفة عمليات الجيش الوطني الليبي أعلنت أن قوات الجيش استهدفت خلال غارات جوية أهدافا للميليشيات الإرهابية في طرابلس، مشيرة إلى أن هذه الأهداف كانت في محيط بلدة العازدية جنوب غرب العاصمة. وفي تأكيد على استمرار الدعم التركي للميليشيات الإرهابية، أعلن الجيش الليبي نجاحه في إسقاط طائرة تركية بدون طيار أثناء هبوطها في مدرج مطار معتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس. وكشف مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي أن طائرة تركية بدون طيار التي استهدفها سلاح الجو الليبي قامت بشن غارات كثيرة على مواقع في ضواحي العاصمة، ونفى استهداف سلاح الجو الليبي مهبط المطار المدني، مضيفا أنه تم استهداف الطائرة التركية أثناء هبوطها في المهبط العسكري في المطار وليس في المهبط المدني للمطار. نفي أكده مصدر في مطار معتيقة بأن القسم المدني من المطار لم يستهدف، وأن حركة الملاحة الجوية تسير بشكل طبيعي، لافتا إلى أن الغارة طالت القاعدة الجوية المحاذية للمطار المدني. إسقاط الطائرة التركية من قبل الجيش الوطني الليبي يضاف إلى حادث إصابة طائرة تركية بدون طيار فوق مدينة غريان التي تبعد 80 كيلومترا جنوبي العاصمة طرابلس بعد استهدافها عدد من الأحياء السكنية بشكل عشوائي، ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك
استمرار تدخل التركي في الأزمة الليبية من خلال دعم المجموعات الإرهابية وضبط شحنات من الأسلحة التركية التي كانت موجهة لتلك الميليشيات، بالإضافة إلى وصول ضباط الجيش التركي إلى طرابلس لتكوين غرفة عمليات عسكرية لتدريب المجموعات المسلحة والجماعات الإرهابية القادمة من خارج ليبيا عبر تركيا على المدرعات والأسلحة المهربة من أنقرة. جولتنا لا تزال مستمرة مع حضراتكم، نعود ونلتقي بعد فاصل قصير. أهلا بحضراتكم من جديد. قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بسبب الأزمة الإيرانية يدعو للقلق، مضيفا أن جميع الأطراف بحاجة إلى ضبط النفس. وقد وصل الرئيس الصيني إلى العاصمة الروسية موسكو، ومنها توجه إلى سان بطرسبرغ التي تحتضن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي ألقى فيه كلمة يتحدث فيها عن الأوضاع الاقتصادية المرتبطة بالجانب الأوراسي والعلاقة الصينية الروسية الاقتصادية وحجم المغانم التي يمكن أن يجنيها شركاء الصين الاقتصاديون. هذا جانب من هذه المائدة التي تحدث فيها أو هذا النقاش الذي تحدث فيه الرئيس الصيني شي جين بينغ، والتقى بطبيعة الحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يحضر فعاليات منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي العالمي. هذا وتتواصل فعاليات منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي وسط حضور كبير من زعماء ورؤساء حكومات الدول، وسعي مستمر لإيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية وخلق بيئة استثمارية آمنة بعيدة عن السياسة. مثل التحالف البريطاني الأمريكي واحدا من بين أقوى وأهم التحالفات خلال القرن العشرين، لكن ذلك لم يمنع من أن تشوب الخلافات أحيانا أجواء العلاقات الرابطة بين البلدين.
بهذا الاستعراض حول العلاقات الأمريكية البريطانية وأبرز ما مرت به من محطات ومن عطفات تكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذه الجولة من حصاد أسبوع مضى. عند رأس الساعة نلتقي في جولة إخبارية مفصلة بحول الله إلى الملتقى.